السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. لما هنتكلم طبعا على موضوع اللي هو المقزز بتاع الولد اللي هو تحرش بالطفلة الصغيرة يعني، فأنا هبتعد عن كل ما هو مقزز، يمكن بس مش هتكلم غير على الأستاذ خالد منتصر في الآخر يعني، لكن هحاول أبعد عن كل ما مقزز وابتدي أتكلم على يعني إحنا إزاي يا جماعة نستفيد من معالجة الإعلام للموضوع ده والناس للموضوع. طبعا يعني الفعل مش هن يعني احنا مش هنشرح ليه مثلا الواحد ما ياكلش مثلا كاكاو، يعني ان الكاكاو غلط، فمش هنشرح الموضوع كويس ولا وحش، لا انا هتكلم في حاجات تانية شوية ضايقتني جدا يعني خارج هذا الموضوع الذي قتل بحثا واللي هو ملوش اي تبرير خالص يعني. طبعا اول حاجة الناس اللي بتعلق وتقول اصل ده شعب مش عارف ايه، اصل ده شعب ايه، سواء بيتكلموا على الراجل او بعض الشواذ الحالات الشاذة اللي بتدافع عنه، فدول مش الشعب يعني. انت حضرتك بتلاقي مثلا ايه، دخلت على منشور، المنشور مثلا فيه 1000 واحد، تلاقي 1000 واحد زيك، مش انت بس اللي متضايق من الموضوع ده شايف ان هو حقير، ولا مش انت لوحدك اللي متضايق من هذا البتاع ده الراجل ده، ومتضايق من الناس اللي هي بتدعي ان هي بتدافع عنه، لان الموضوع لن يخرج عن كونه يا اما هم قرايبه يا اما لجان في المعظم يعني، لان مفيش حد هيدا في ناس كاتبه مثلا تقول لك ايه ما هي البنت راحت له يعني مفيش حد هيوصل للدرجه دي يعني. فما يخصني بلاش يا جماعه نستمرئ فكره ان احنا اصل ده شعب مش عارف ايه، وحضرتك شفت الناس كلها مبسوطه، شفت حد مبسوط؟ حضرتك باباك او مامتك او اختك او بنتك او ابن خالتك او اصحابك مبسوطين؟ طيب فاحنا مش كده، فليه دايما تقوموا بدور الـ الاعلام الفاسد؟ محدش راضي بالكلام ده خالص، ومحدش من اللي انت تعرفهم بيدافع عنك، والشخصيات اللي بتدافع عنك دي مش هتلاقيها في الحقيقه، الناس اللي بيدافعوا عن هذا الفعل مش هتلاقيهم، مش هتصادفهم في الحقيقه، مش هتلاقيه قاعد معاك في الشغل، ولا هتلاقيه وانت مروح بالميكروباص، ولا وانت واخد الطياره مسافر، مش هتلاقيه، مهما حتى بقول لك حتى لو فيه هذه العيوب محدش هيدافع عنها. فيعني رفقا بانفسنا ولا نستمرئ موضوع ان احنا نشتم نفسنا على طول. الموضوع ده بصراحه اصبح بيصيبني بالغثيان، اللي هو ان انت مين وافق، مين وافق على الراجل عمله، مين تعرف انت وافق؟ ناس داخله على صفحتي انا، مفيش واحد طبعا يعني صفحتي على الفيسبوك الرسميه كبيره يعني وفيها ناس كتير معلقه، مفيش حد بتشتم الشعب ليه؟ ما انت الشعب وانا الشعب، انت بتشتم نفسك ليه؟ طب حضرتك انت حر اشتم نفسك، بتشتمني انا ليه؟ بتشتم اخواتي ليه؟ كده يعني. فدي نقطة الأولانية يعني اللي أنا كنت عاوز أنبه ليها. في أي حاجة بقى، فريد أي حاجة، واحد يعني عنده إحساس يعني شعب ابن كلب، طب حضرتك من بلجيكا؟ النقطة التانية موضوع برضو في ناس مش بيدافعوا على حاجة، بس هم متخيلين إن الموضوع ده مرض. نفهم يعني ايه مرض، حضرتك تقصد ايه بايه مرض؟ مرض ان هو شذوذ مش مرض، يعني شذوذ عن القاعدة العامة، تقدر تسميه مرض لو هو احساسه مختلف عن الاحساس الطبيعي، يعني يكون هو الطبيعي ان ربنا خلق الرجل والمرأة بينهم تجاذب، فمن الشذوذ ان بيبقى في واحد يعني بي 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 ما بي ما بيمشيش عن هذا الطريق الطبيعي، ماشي كويس، ده اللي هو ايه لها مسميات كتير، لكن ايه بقى، لكن ان هو عاوز حضرتك تسمي ان ده مرض سميه، او لو انت شايف ان ده مرض يعني، لكن ان هو يبتدي بقى يتحرش بدءا من النظر واللمسه بالايد، وما هو اكبر لو كانوا سابوه واحد عجل زي ده، الطفله الصغيره دي هتعمل له ايه؟ لو كانوا سابوه فده بقى مش مرض، ده اجرام. يعني حضرتك مثلا بتجد يعني كراجل، اي راجل ربنا خلقه بيجد انجذاب ناحيه المراه، فلو حضرتك شفت مراه جميله ماشيه قدامك في الشارع، هل حضرتك هتمد ايدك عليها؟ هل حضرتك هتحاول ان انت مثلا تحضنها او تبوسها او تتصرف معاها التصرف ده؟ فانت حضرتك كده خرجت، فمفيش حاجه اسمها مرض خالص في الحاجات دي، حتى لو انت بتحجمه،
وتقول مريض. لا هو مش مرض، هو ده اجرام. المرض موضوع تاني، المرض موضوع تاني. نيجي بقى للاسف، برغم ان احنا يعني ان انا ما كنتش عاوز يعني اتكلم في اي حاجه مقززه، لكن مضطر بقى. الاستاذ خالد منتصر منزل صوره البتاع ده وهو بيعمل عمره او في الكعبه، وراء الكعبه. فطبعا هو فرح جدا جدا، وايه وقال ان دي ادي شفته بقى، شفت الاخوان. انا طبعا مش هخش بقى في السكه واكبر معدلات اغتصاب واكبر معدلات تحرش واكبر فين في الغرب طبعا، اللي هو معدلات اغتصاب كتيره جدا جدا، ويعني يعني لم ينفعهم التقدم، اللي هو الاستاذ خالد منتصر. اللي يغيظك كمان ان خالد منتصر عمره مثلا في يوم ما اخترع لبسه قلم، يعني لو شاف قلم مش عارف يعني. يعني هو بيتكلم بلغه كانه هو مثلا ايه ابن خلدون، مش خالص خالص والله. ويعني احنا عايشين مع حضراتكم، مفيش اختراع في الدنيا يقول لك ايه الا ما عملت اختراع. طب ما انت يا عم اعمل اختراع. المهم، لكن انا مش هتكلم في النقطه دي، انا بس هتكلم بقول ان احنا نستفيد من الاخطاء. اهو الراجل طلع قريب حضرتك، يعني حضرتك الراجل اللي هو بتاع ده طلع قريب حضرتك برضو، يعني ابن نزوه صيفيه يعني. فهو من اشد المعجبين ومناشدين السيسي، وافرم يا سيسي، واذبح يا سيسي، واعمل يا سيسي، وعاوزين نقطع رقبته. فطلع شبهك يا، طلع من عينتك. فانت ومع ذلك بيروح، يا يروح الجامع ويروح الكعبه يعمل عمره ويتصور يعني. فده لا عيب في العمره. في ناس بتكذب وهي بتصلي، بلاش نصلي. في ناس بتكذب وهي بتصوم، بلاش نصوم، صح؟ الراجل زي ما طلع، زي ما انت مش اخوان، مع انه راح الكعبه، انت برضو راجع نفسك. ممكن يكون الراجل اللي سبب لك المشكله دي وانت صغير برضو يكون غالبا هو كان واحد بدقن يعني، فبرضو ممكن مش يطلع مش اخوان يعني. ما تحكمش بالمظاهر، ممكن الراجل برضو اللي عمل لك المشكله دي يكون مش اخوان. ايه اللي خلاك بقى متاكد ان هو اخوان؟ اهو زي ما انت كنت متاكد من الراجل التاني قريبك ده ان هو عشان وراه الكعبه البيت الحرام بقى اخوان. الراجل اللي يغيظ ايه؟ الموضوع اللي حصل ده ماساه، حتى لو هم بيستخدموها في الالهاء والكلام ده كله، بس هو ماساه. ماساه يعني طفله في المشاعر غريبه جدا جدا، بتبقى واحده طفله عندها 4 5 سنين مش فاهمة حاجة خالص، بعدين تقابل بهذا. أنا مش بتكلم على ده بس، يعني أي واحد بيعمل هذه الأفعال وهي مش فاهمة حاجة خالص، المفروض تكمل حياتها لحد ما تكبر إزاي؟ أنت ممكن على هذا الإجرام التافه، هذا الإجرام التافه تقضيها حياتها كلها بمنظر زي ده. خوف، ممكن تبقى مش عارف تتجوز، ممكن تخاف أساسا من أي حد، ممكن تخاف من أهلها. فأول رد فعل بيجي للبني آدم إن هو بيستاء جدا جدا من الموضوع ده. ده البني آدم أول رد فعل بيجي لفصيلة خالد منتصر إنه يشتم في الإسلام. يعني هو مش حاسس بحاجة خالص. فاكرين لما الناس القطر اللي هو كان فيه الأطفال وقع في أسيوط أيام الرئيس محمد مرسي، والهوجة اللي عملها الإعلام والمش عارف إيه، مش حاسس بالاطفال. وبدليل طبعا لما حصل حادث بعد كده ما حدش فتح بقه. ف انتوا بتجروا بايه؟ انتوا حاجه يعني رخيصه قوي وحقيره قوي ومنحطه قوي قوي، بتجر بايه؟ انت ايه ده؟ تجرب ناس ماتت، اطفال ماتت على القطر، بتاجر. والا كنت زعقت لما الناس التانية ماتت بعد كده في 5000 حادثه بعد كده. بتجر بقضيه واحده بنت طفله، اكيد في زيها كتير واطفال كتير بتعرضوا لحاجات بنقضي على حياتهم. فانت سايب الموضوع كله وعمال تخش عشان الحاجه الاخيره اللي عاوز اقول عليها هي طبعا التحيه، ايا كانت يعني هذه السيده، التحيه للسيده اللي هي طلعت وواجهته واتخانقت معاه، مش بس عشان انقذت البنت،
لا عشان اصرت على فتحه. لان ان لم تكن هذا، في ناس عندنا عبط جدا جدا، يعني جاي لك ايه، يلا بقى ربنا امر بالستر، ستر مين؟ انت كده بتفضح، انت كده ربنا ما امركش ان مجرم او ذئب يقعد يعيث في الارض فسادا. هو انت فكرك الراجل ده كان هيسكت؟ يعني هو كان هياخد بعضه ويسكت ويقول لا خلاص بقى ايه لما ابقى راجل؟ كان هيستمر طبعا، ربنا بيستر مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره. زي ما في انسان فاضل كان كاتب قال لك بيتفضح بعد ما بيستهلك كل الستر. فمن الواجب حماية المجتمع، من الواجب حماية المجتمع. انتوا هتفهموا احسن من ربنا. يعني واحد بيجي ربنا، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ولكم في القصاص حياة، ما قالش ولكم في القصاص مثلا رحمة او مثلا عدل. عدل لا، ده بيقول لك حياة. الحياة لن تستقيم بدون ان يعاقب المذنب، لن تستقيم الحياة. فانتوا بتألفوا دين وبتقولوه كمان بشكل ان انتوا بتتكلموا في الدين، ما ينفعش. واحنا بنتكلم على هذا الرجل ونقول ده ما يمنعش ان احنا نفكر الناس ان في حاجة اسمها سد النهضة. برضو كنت عاوز افكر الناس يوم الجمعة الجاي في الحلقة الاولى من، يعني هبقى اعمل كل يوم جمعة حلقة من برنامج هيبقى اكبر، فيه بقى مونتاج وفيه مش عارف ايه وكده، يعني الصورة القديمة للحلقات بتاعتي اللي كان يعرفها. فالساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، يا ريت يا جماعة كله يكون موجود 5 مساء بتوقيت القاهرة عشان ينشروا الفيديو من البداية. وهي عن يعني مفيش، يعني انا يعني ازعم ان مفيش بني ادم هيشوف الحلقة دي وهيبقى عنده شك بعد كده ان السيسي جاسوس من لسانه. الحلقة اسمها دموع في عيون بلح، وهبتدي ننزل وابتدي انزل دلوقتي ان شاء الله باذن الله الاعلانات بتاعتها. واتمنى ان كله يدعم القناة في على الاقل في الانتشار. يعني طبعا انا بشكر جدا الناس اللي ابتدت في باترون تزود وتدعم القناة، لان فعلا بامانة يعني الموضوع ده بيساعدنا جدا، يعني بيساعدني جدا يعني. لكن اللي موجود، وفي استاذ محترم جدا جدا قال لي انا مش عارف ادعمك في باترون. طب ما انت لما بتشاهدني المشاهده دي ما انت بتدعمني برضه بالقد اللي تقدر عليه. يعني يا عالم ده، يمكن انت وانت بتتفرج عليا يكون النت بالنسبه لك حاجه يعني صعبه، اصعب من اللي هو بيدعم. فكل يعني ميسر لحاجة معينة يعني. فأنا بشكر الناس طبعا اللي بيدعموني عادي بالمشاهدة، وأشكر جدا الناس اللي بيدعموني في باترون، وأشكر الناس اللي عمالين يمدوني بمادة علمية. لما أنت بتمشي في سكة فبتلاقي ناس كتير عمالة مستفيدة. إن شاء الله الحلقة اللي هي بتاعت يوم الجمعة إن شاء الله أنا استفدت فيها من ناس كتير قوي قوي. الناس دي هي اللي تعبت بقالها سنين عشان خاطر تكون لنا صورة. لو أنا تعبت في عمل الحلقة فأنا تعبت أيام، هم تعبوا سنين. و يمكن انا مهموم بالامور العامه، لكن هم كانوا مهتمين بصد النهضه بشكل كبير جدا. وفي منهم الناس اللي قاعده في خطر ومع ذلك ما خافوش، وصلوا لنا الصوت اللي نوصله للناس. طيب نشوفكم ان شاء الله باذن الله تعالى على خير.